طبعا في اساسيات ما ينفعش نعيش من غيرها زي الميه، الاكل، اللبس، سقف البيت. عشان نوصل للاساسيات دي بنستخدم موارد الارض بتنتجها، وكميه الموارد اللي الارض بتقدر تجددها في 365 يوم بنستهلكها في اقل من 212 يوم. عشان كده محتاجين نعيد التفكير في كل حاجه بنعملها. ازاي ننظم استخدام الموارد المتاحه من غير اهدار؟ ازاي الاجيال اللي جايه لازم تتعلم ازاي نزرع اكل صحي ما بيأذيناش ولا بيأذي البيئه؟ ازاي ندير اعمالنا التجاريه والماليه بطريقه مسؤوله؟ ازاي نروح الشغل الصبح نبني ونعمر للاجيال اللي جايه من غير ما نأذي البيئه اللي هنسيبها لهم؟ انضم لنا من 17 ل 19 اكتوبر في AltShift Festival عشان نفكر ونشتغل مع بعض على مستقبل افضل لينا وللاجيال اللي جايه.